بداية اكتشفت أنا صوت وموهبة محمد لما كان تقريبا عمره سنتين. طبعا بصفتي أملك استوديو تسجيل صوتي، كانت يعني اكتشافي له يعني بسيط، مش صعب جدا. كان يقلد الأذان، كان يقلد الأناشيد، يقلد الأغاني من أقل من سنتين حتى عمره. فاكتشفت هذه الموهبة فيه، فحبيت أني أطورها وأنميها. بديت فعلا أني أنميها وأطورها على مدار تقريبا 3 سنوات، حتى صار عمره 5 سنوات حينما أنتجت له أول كليب لنشودة على الحدود اللي صارت بعد الحرب الهمجية الصهيونية على قطاع غزة عام 2014. على الحدود خبوا القسامية، قصر الجنود وتعلي المحناوية، طالعين طالعين قسامية منتفضين. بداية كليب على الحدود، وهو كليب خاص بالمقاومة الفلسطينية، وخاصة أنه يعني لاقى رواج كبير، والذي ساعد ذلك صغر سن محمد. تلك الأثناء كان عمره لا يتجاوز 5 سنوات، 5 سنوات بالضبط. بعد ذلك أنتجت له أغنية جديدة، أنتجت لها قناة فلسطينية، أنتجت له هواها الفلسطيني. وهذه تجربة جديدة لمحمد في يتغنى لفلسطين وللتراث ولجمال فلسطين وللثوابت التي لن نتركها أبدا ولن نبدلها ولن نبدل فلسطين. فكانت هذه الأنشودة هواها فلسطيني. اسمي محمد والبسيوني، أنا بصف أول ابتدائي، عمري 6 سنين. أنا بحب أغني لفلسطين، وآخر أغنية غنيتها لهواها الفلسطيني. تمت دعوة محمد ابني محمد من جهات كثيرة في أوروبا وفي الخليج وفي بيروت لبنان لعدة مهرجانات يعني دولية ومهرجانات فلسطينية وفعاليات فلسطينية، ولكن للأسف الشديد اصطدمنا دائما بمعبر رفح الذي هو يعتبر العائق الأكبر في وجه الإنسان الغزي الفلسطيني في ظل هذا الحصار المطبق على قطاع غزة. لا إله إلا الله والشاهد حبيب الله. بالنسبة لابن محمد يعني لديه كل المقومات لأن يصبح نجما. هناك في قطاع غزة في جميع الميادين أطفال موهوبون كثير جدا في جميع المجالات، ولكن للأسف الشديد لا أحد يستطيع، لا أحد يعني الوضع الحالي صعب جدا أنك تكتشف وتطور. بالنسبة لابن محمد يعني موجودة هذه الموهبة، موهبة كبيرة، موهبة الصوت والغناء موجودة فيه. لذلك يعني الحمد لله أني أنا أمتلك استوديو تسجيل، هذا ساعده كثيرا في إبراز موهبته، ونستطيع عن طريق ذلك أن ننتج له العديد من الأغاني والأناشيد والكليبات ربما. فهذا ساعد يعني كثيرا محمد في الظهور محليا ودوليا.